ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. راجعين النهارده في فيديو جديد. فيديو النهارده جايبالكوا تجربتي مع نولافير جل مش كريم. شركه نولافير ده شركه طبيه منزله مرطبات، مرطب للبشره عباره عن كريم، ولسه منزله حاجه جديده، لاين جديد من نولافير بس جل. هكلمكوا ايه عليه وهقولكوا عمل ايه في بشرتي. بس قبل ما اقول لكم تجربتي معاه، لو لسه ما اشتركتيش في القناه انزلي اشتركي وفعلي زر الجرس عشان يجيلك اشعار على الموبايل بكل فيديو جديد انا منزله. هتلاقي علامه الجرس جنب كلمه سبسكرايب. ما تنسيش لو استفدتي من الفيديو حطي لايك وشيريه مع صحابك عشان هما كمان يستفادوا من التجربه بتاعتي وتعرفوا كل تفاصيله في الفيديو، وشجعيني بكومنت. اول حاجه هقول لكم هو سعره 280 جنيه. الكريم كان سعره 45. هو كان مرطب للبشرة، بيتحط عادي بعد الغسول، يعني مرطب بيبقى في الروتين بتاعنا بس بيناسب البشرة المختلطة اكتر والبشرة الجافة والعادية، لكن البشرة الدهنية ممكن يكون تقيل عليها السنة. اول حاجة سعره قلت لكم 280 جنيه، بقى دلوقتي متوفر في كل الصيدليات هتلاقوه. كميته هو 50 جرام، مش كبير قوي، ودي من الحاجات يعني من العيوب اللي فيه بالنسبة لي ان هو 50 جرام. هو لكل انواع البشرة زي ما انتم شايفين. طب هو بيتكون من ايه ولا بيعمل ايه؟ اول حاجة هو بيعمل بيقلل من اثار الحبوب والندبات والحروق. لو عندك اثار حباية لسه طالع لك ومضايقك، اثار حروق، اتحرقتي مثلا في المطبخ ولا حاجه، بعد الشر طبعا عن كل حد، اي لسعه كده بسيطه تحطيه عليها يخففها. هما كاتبين كده هو بيحسن من شكل الندبات. هو كمان بيعالج الاثار مش بيعالج الحبوب، يعني ما ينفعش نستخدمه على الحبوب، نستخدمه على الاثار، الاثر اللي بتسيبه الحبايه. اول حاجة هو عمل معايا ايه؟ انا كان عندي اثار حبوب، وشي كان مليان اثار حبوب وكان مليان حفر كده بسيطة وندبات. عمل نتيجة في ايه وما عملش نتيجة في ايه؟ اول حاجة اثار الحبوب ما عملش معايا حاجة خالص، يعني هما كانوا قايلين ان هو بيعالج من شكل اثار الحبوب، هو ما عملش معايا حاجة خالص خالص. يعني ممكن يكون عمل هدى الحمار بتاع الاثر. انتوا عارفين اثر حبوب اما بيكون لونها احمر اما لونها بني، اللون البني ده ما تغيرش تماما، لكن ممكن يكون اللون الاحمر يكون اللون هدي شوية. طبعا انا مش جايباه عشان يهدي لون الاثر، انا جايباه عشان يشيل الاثر بتاع الحبوب. فهو ما شالش اثر الحبوب خالص، هو هدى احمرار الاثار. يبقى اول حاجة عملها هو عمل ايه؟ هدى احمرار الاثار. يعني انا مش جايبه منتج ب 280 جنيه عشان يهدي اثار الحبوب. كان عندي ندبات والحفر البسيطه، عمل فيها ايه؟ هو قلل من شكلها لكن ما خفهاش، يعني هو قلل من شكلها، قلل من حجمها كده حاجه بسيطه، والحاجات الصغنطوطه خالص ابتدت تروح خالص، لكن الحاجات الكبيره زي ما هي، هو بس قلل من حجمها وقلل من شكلها. يعني الحاجات الكبيره قبل ما استخدمه كانت كبيره، بعد اللي استخدمته ابتدت ان هي شكلها يقل شويه، لكن مازال في حفر ومازال في مكان للندبات. فهو زي ما هما قايلين هو بيحسن شكل الندبات، وهو ده اللي عمله معايا، حسن شكل الندبات بتاعه الحبوب وحسن شكل الحفر، هدى شكلها شويه من على البشره لكن ما اخفهاش تماما. تاني حاجة عملها هدى من احمرار اثار الحبوب. اثار عندي كانت لونها احمر، هو هدى من احمرارها. انا استخدمته قد ايه؟ استخدمته شهر. هكرره تاني ولا لا مش هكرره، ان انا حاليا هتابع مع دكتور جلدية هو يقولي العلاج الصح. انا كنت تجايبه من نفسي، يعني انا لقيته على الويب سايت بتاع الشركة فقلت اجربه يقلل لي ويظبط لي وش شوية. ففضلت شهر كامل مستنية الاقي نتيجة منه. انا ما لقيتش خالص زي ما قلت لكم، هو فعلا زي ما هما كاتبين. يعني انا كنت فاكره ان هو لاخفاء شكل الندبات مش لتحسين، يعني هو عمل زي اللي كاتبينه بالظبط، حسن شكل الندبات
وشكل الحفر الموجودة في البشرة، لكن ما اخفهاش. لو انت عندك مثلا لسعة بسيطة ممكن تحطي الكريم الاول بتاع نولافير بتاع نفس الشركة، هيقلل معاكي. انا كان عندي حاجة زي كده وابتدت ان هي تهدى شوية، طبعا ما راحتش خالص بس ابتدت ان هي تهدى. طب هو بيتكون من ايه؟ بيتكون من زيت زيتون، بيتكون من خلاصة البصل، بيتكون من فيتامين دي. هو عامه ما فيهوش ريحه خالص، سريع الامتصاص، البشره بتمتصه. فهو زي ما قلت لكم انا مش هكرره تاني. كتير عليه جدا المبلغ بتاعه، خصوصا هو ما عملش حاجه. يعني وشي زي ما هو بعد شهر، انا كنت مصوره وشي قبل وبعد زي ما قلت لكم، هو قلل لي بس من شكل الندبات، فمش هجيبه تاني. وده كانت تجربتي معاه. الاحسن نروح لدكتور وهو يشخص ويكتب العلاج المناسب للحالة. وكده فيديو النهاردة خلص، هشوفكم في فيديو جديد. لو انتوا جربتوه تحت هستنى رأيكم في الكومنتات. لو انتوا لسه اول مرة تجربوه، دي تجربتي الكاملة معاه، انا بقولها بكل امانة وبصراحة. انا ماليش اي علاقة بشركة نولافير ولا هم حتى يعرفوا ان انا هعمل ريفيو عنه، انا بس حبيت اقول تجربتي معاه عشان هو لسه مش منتشر، هو لسه نازل جديد. اشوفكم في فيديو جديد. باي باي.